نسجل نسجل بعد غياب أسبوعين، صار لازم أرجع أسجل وأطور نفسي من خلال تسجيلي لهاي الملاحظات كمدرب لتطوير التفكير، مش بس الإيجابي، التفكير الفعال، زيادة الذكاء، زيادة المهارات. وعند المهارات هون ستستوقفني ثلاثة أنواع من المهارات: hard skills, soft skills, future skills. المهارات الصلبة وهي مهارات إتقانك لما تعمل، لما حصلت فيه على تدريب أكاديمي علمي عملي. soft skills اللي هي طريقة ترويجك لنفسك وتعاملك مع الآخرين لإدارة مهاراتك الصلبة، اللي هي إذا كنت طبيب أو جراح أو شيف، كيف تتواصل مع الناس من خلال soft skills. والfuture skills اللي هي المهارات اللي نتنبأ في المستقبل كلنا نحاول إنه نسيطر عليها ونكون لنا يد فاعلة في فهمها وتوظيفها من أجل مساعدة نفسنا والآخرين. هذه المقدمة، ورح نفوت الآن في تفاصيل أكثر في التسجيلات القادمة.